هل قانونا في مصر؟ ده سؤال مهم قبل برضو ما نروح للاراء، لانه في اراء بقى طبعا انه طب ازاي، طب هي منتقبه وده قصر الثقافه وده في موسيقى وهم دول ضد الموسيقى، وفي نحت وهم ضد النحت، وفي باليه وهم ضد الباليه، طب هم ازاي دول يبقوا كذا؟ دي اراء كلها زي ما حضراتكم عايزين، نقول اراء زي ما انتم عايزين، انما القانون في مصر هل يمنع تعيين المنتقبه مديره لقصر ثقافه او في وظائف معينه؟ الدكتور محمد حموده المحامي الدولي، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك عمرو بيه. دكتور محمد، انا فهمت انه السيده منى هترفع قضيه او ممكن يكون عندها يعني اجراءات هتمشي فيها. القانون في مصر هل بيمنع المنقبه من انها تبقى في منصب زي المنصب بتاع وزاره الثقافه؟ لا، على الاطلاق القانون لا يمنع، ولكن رفع القضيه هي نقلت من مكان الى مكان. أيوة. يعني هي ما اتصلتش. النقل ليس بعقوبه. يعني ايه يا فندم؟ يعني انا شايف مثلا ان انا اعين سيد علي حسونه رئيسا لمركز الثقافه، وتاني يوم قلت والله لظروف خاصة بالوزارة وسياستها أنا هنقله إلى ذات الدرجة الوظيفية ولكن في مكان آخر. القانون لا يمنع الوزير أنه يعمل كده، ولا يمنع المسؤول أنه يعمل كده، لأن النقل في القانون ليس بعقوبة على الإطلاق. تصور المشكلة إذا فصلتها، هنا اللي مش من حق، لكن أنك تنقلها ده حقك. أدي واحدة. اتنين، ما يعيب القرار الإداري في هذا الشأن؟ هل القرار الإداري صدر صالحا أم لم يصدر صالحا؟ يقيم قرارات اللجان من يرأس تلك اللجان. يعني لجنة مشكلة من أربعة، الأربعة عينوها، الذي يعلو تلك اللجنة ارتأى أن هذا القرار كان قرارا خاطئا وفقا للسياسات المنهجية التي تسير عليها وزارته، فأمر بنقلها من هذا المكان، حق مطلق لمصدر القرار. لكن الحاجة اللي أنا بعيبها بقى يا عمرو، وحضرتك أكثر مني دراية أنت والمشاهد، إن أنا كنت بدال ما أعاقبها لأنها منقبة بالنقل أنتظر تصرفاتها يا ناس. هو أليس فينا رجل رشيد؟ أشوف والله لو الست المنطقة، كل واحد حر يا أخي، قل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لو الست دي استخدمت افكارها او توجهاتها الشخصيه في تغيير المنهج، لا هم اللي ضد يا دكتور محمد، هم اللي ضد القرار بيتكلموا على الصلاحيه اصلا. هل تصلح منتقبه ان تكون تصلح مديره لمركز قصر لقصر ثقافه؟ هو ده المبدا تصلح نفسه. تصلح يا فندم. تصلح. لا تصلح. انا ما بتكلمش قانونا دلوقتي، حضرتك بتقولي نستنى اما نشوف. يعني هم طبعا دلوقتي يتحدثون عن المنتقبه كمدرسه، يتحدثون عن المنتقبه كدكتوره، هل ينفع المنتقبه تبقى مدرسه؟ الحاجات اللي هي بتستدعي اتصال مع الاطفال، اتصال مع الشباب، ان هم يبقوا شايفين الوجه اللي بيتعامل معهم، النموذج اللي انت بتديه لهم من الاول. هل هم الناس بتتحدث في الامر من الناحيه الفكريه ايضا مش قانونيه بس؟ لا، هي قانونا يصلح وفكريا يصلح يا فندم. يجب ان نفصل فيما بين قانونا يصلح دائما ان تكون منتقبه، ان تكون اكثر من ذلك، ده حقها طالما ان هي مستحقه، ولكن فكريا ايضا يصلح شريطه الا تاخذ ارائها وتوجهاتها لتغيير المنهج اللي هي ملزمه بالسير عليه. يعني لو لقينا المنتقبه دي جت منعت الموسيقى، هنا من حقي بقى ان انا مش بقى انقلها، لا، من حقي ان انا افصلها، وذلك لخروجها عن القانون المصري، لخروجها عن كل الكلام ده. لكن انت ما انتظرتش عليها، انت كنت تنتظر طالما عينت غلط ووفقا لسياستك المنهجيه، كنت انتظر على الست دي، انتظر عليها الى ان تتصرف تصرف يخالف المنهج، لكن ما تعاقبهاش لانها منتقبه، وعاقبها على تصرفاتها ولا تعاقبها على افكارها. مش ده الكلام المنطقي والعاقل؟ يعني عينت واحد اسيس في منصب كبير، واحد كافر في منصب كبير. الكافر ده يا سيدي العزيز
لم يقترب من الأصول الدينية التي تسير عليها الدولة. تفصله لأنه كافر ما ينفعش، بدليل أنه يجوز في الإسلام حتى تولية الكافر إذا كان صالحا للولاية. معنى إيه صالحا للولاية؟ إنه سيستطيع أن يدير وفقا للمنهج اللي انت حطه. احنا لكن منتقبة تعين تعين طبعا يا فندم، مفيش اي خلاف. الخلاف اذا ما مست الاصول المنهجية. لو كنا لقينا الست دي راحت اول ما قعدت رئيسة مركز راحت قايلة يا اخوانا مفيش حاجة اسمها اوبرا ومفيش حاجة اسمها موسيقى، لا ده نفصلها وحاكمها، لانها هنا بقى بتحاول ان تمس الثوابت السليمة في الدولة. ولكن من الظلم بمكان ان انت تهينها الاهانة دي كونها منتقبة فقط. انا ده رأيي الشخصي، ومن الناحية القانونية ده رأي القانون، ولكن اذا رفعت قضية ما لهاش اي حقوق لان النقل ليس بعقوبة. يعني معنى ان انا انقلها من مكان لمكان ده حقي مطلق، وليس من حق القضاء ان يتدخل في قرار النقل، يتدخل في قرار الفصل، يتدخل في قرار الجزاء. اما النقل فهو ليس جزاء. هذا والله من وراء القضاء. دكتور محمد حمودة المحامي الدولي بنشكرك شكرا جزيلا.